تجربة إطلاء الأبيض طبقت لأول مرة في موسم الحج خلال هذا العام 1444، وهي تجربة حديثة فريدة تسهم في تبريد الطرق اللي يمشي عليها الحجاج. التجربة نتائجها الأولية أثبتت اختلاف في درجات الحرارة بين الأسفلت العادي والأسفلت اللي طبق فيه التجربة بنسبة تصل من 12 إلى 15 درجة مئوية، وهي نسبة مشجعة. نسعى إلى إكمال هذه التجربة وإكمال الدراسات الخاصة بهذه التجربة للنظر في إمكانية تعميمها خلال المواسم المقبلة.